ليش تأخر أخي لهلأ؟ عندي فضول أعرف شو خطته. والله ما بعرف ليش أخوك تأخر كل هالقد، بس برأيي طالما تأخر كل هالوقت معناتها في شي ممتع. ها أجا. لقيت اللي عم دور عليه بالكافيتيريا. قلي على شو كنت عم تدور وشو جبت معك، فهمني لك ابني. هدول أخي. طالما هيك في براسي نكتة عن الإن قزيرة. كلمة قزيرة ما بتكفي، انت تعالي وعدي جنبي. ماشي أخي. ليك شو رأيك بلا ما نحضر الدرس ونروح على الشركة فورا؟ عاكف ما عم يرد على الموبايل، حتى أني ما بدي ضل عم بتصل فيه. برأيي خلينا عم نتصل بالآخر رح يرد. هيك قلتك؟ إن شاء الله يكون بالمحكمة، لهيك ما عم يرد علينا. اكتبي له رسالة اتصل فيني. معك حق. يلا استني لشوف. شو صار؟ أوه شو بطي؟ وأخيراً قدرت جاجتنا تبيض. برافو. أنت لك أنت غبي ولا شو؟ أنت اللي عملت هيك ما؟ إيه والله أنا اللي عملتها. بيضات تازة خراس ولا؟ المستوى مستوى روضة، حتى اللي بالروضة أزكى منه. في شي بيضحك؟ هاريكا بدي أسألك شي، بهالسرعة تعودتي على الإن اللي عايشة فيه يعني؟ خراس أنت التاني. أنتو لك أنتو أغبياء لتعملوا هيك؟ كان كتير بيضحك ما؟ الله يلعنكن. بك 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 بيك بك بك بيك. خلاص هاريكا لا تهتمي، طولي بالك. كيف بدي طول بالي؟ هدول اللي عقولهم ما بتسوى قرشين عم يمزحوا معي بهالطريقة. هاد مزحات؟ شوفي تيابي كيف توسخت. بعرف والله معك حق، بس لا تقلقي أنا عندي بيجامة احتياطية رح أعطيك إياها، ولا تهتمي بهدول الناس. أنت لك الله يلعنك، بكرهك كتير بكرهك. ما صبتيني، ما صبت الهدف يا أجاجي. خلص ابني تركها، ترك أختنا الجاجة بحالة لأنه عصبت كتير وتحولت لأنجري بيرد. أنت شو عم تقول؟ لا سكر تمك. قلت بكفي خراس. أنت شو دخلك؟ ما فهمت، لا تكون محامل إن ولا شو؟ لك حيوان، قلت هاريكا أختي، أختي. إيه صحيح هي أختك، أختك، بس هالبنت ما كانت تهتم لأمركن من قبل لك يا ابني، هلأ لما صغر ديلا صارت أختكن؟ والله مو طبيعيين أنتو. هاريكا عمر اهدى شوي. انتو زليلين ابني زليلين، شو بدها هالبنت منكن؟ شوفوا اكيد بتخجل لانك اخوها. اصلا هدول اخوتهم مانا اخوة عادية، يعني مانا اخوة للقبر وهيك، اخوة للان رفيقي. عمر انا بورجيك. عمر بترجاك اهدى لو سمحت. عمر شو عم بعد؟ خلاص عمر. لا عمر لو ما نحن هلأ بالمدرسة كنت قتلتك. عمر خلاص اوجان. خلاص اهدى اوجان. عمر اتركه. انت ما بدك تفهم. عمر اتركه. ما بدك تفهم. عمر خلاص بترجعك. انا برجيك. وقفوا وقفوا. اوجان لا. اوجان بدي ايك لك. لك بدي ايك على اخي. وقف وقف وقف. بعد بعد بعد. خلاص وقف طول بالك. عمر خلاص. تمام انت مني. خلاص بعد. خلاص ما بعد. خلاص بعد. انتو الاثنين. اوجان. بعد عنه عم قلك. اهدى. اتركه. اتركه. خلاص. اوجان طول بالك. خلاص. شو هاد؟ شو عم يصير هون؟ كل واحد على محله. كل واحد على محله بسرعة. ضبطوا هالفوضى. استاذة فيني روح على الحمام؟ توسخوا تيابي. ماشي. وانا استاذة بدي اعطيها البيجامة. ضبوا الصف وكل واحد على محله. اخ يا راسي، على اخر عمري صرت عم بيع بالدين. اخ يا راسي اخ.
تفضل. عاكفك اجيت، تفضل. شو بدنا نعمل يا ابني؟ شو بدنا نعمل؟ التليفونات ما عم تهدى، عنا كتير ديانة، شو بدنا نعمل هلأ؟ لا تسألني يا سيد عاكف، من الصبح صار له موبايلي ما هدي، حتى حطيته صامت. برأيي انت كمان اعمل هيك. والله عن جد؟ عن جد في هيك ميزة بالموبايلات؟ مو معقول. استغفر الله. ابني شو عم بتقول؟ شو عم تقول؟ عم قلك بدي حل هاي المصيبة، بتقلي حط الموبايل صامت؟ استغفر الله. سيد عاكف، برأيي بيع من الأملاك اللي سجلناها باسم شركة الكريم ومنحولها لمصاري إذا بدك، هيك منوفي شوي من الديون وبيبطلوا يتصلوا. ماشي، مندفع شوي من الديون مو مشكلة، بس أي ديون بدنا ندفع؟ هذا هو المهم، أي ديون بدنا نسددها؟ سيد عاكف، برأيي نرتب بالدور أسماء الدياني نزولا للأقل خطورة. مزبوط مزبوط. وآيلة ونبهات، ها شوف هاي وصلتني رسالة كمان. يا الله، عم قلك آيلة ونبهات ما في عندهم علم إنه العقارات باسمهم، مو هيك؟ لا لا سيد عاكف، هن مشغولين بالكريم، إذا يكون بالخزامة ولا بالنعنع، مو مفكرين بشي تاني. والله لا يفكروا أحسن، أنت خليهم ملتهيين بهذا الشي. لا تقلق، اعتمد علي. أوف، ها تفضل هاي رسالة. بما أنك ما عم ترد على موبايلك، رح نلاقيك يا بالبيت أو بالشركة. عاكف تفضل شوف. شو بدنا نعمل؟ هيك ما رح يمشي الحال، رح أروح. لوين سيد عاكف؟ ما بعرف لوين، ما بعرف، بس بدي أطلع كم ساعة على أهدى شوي، ملكي بقدر جمع عقلي. هون ما رح يتركوني بحالي، بس ما بعرف وين بدي روح. برأيي تروح على المدرسة، هنيك ما رح يخطر على بال حدا. أحياناً عم تشغله، شغله على طول، هذا أحسن شيء. المدرسة ما رح تخطر عبال حدا، بس أخلص من هاي المصيبة وحل كل الأمور. ذكرني ارفع لك راتبك كرمال هالفكرة. بس لا تقلق سيد عاكف، رح ذكرك. شكراً. عاكف الصغير. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.